تسلمت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي، والتي قدمت لوزارة الصحة في الحفل الختامي الافتراضي للنسخة 10 من جائزة سموه لتكريم رواد العمل التطوعي الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في مملكة البحرين، نظرا لإسهاماتهم المتميزة والبارزة خلال جائحة كورونا كوفيد-19. أعربت وزيرة الصحة عن أسماء آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء على نجاح الحفل الختامي لجائزة سموه، ومؤكدة على الاهتمام الحكومي بصحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين وما قدمته خلال الفترة الماضية من دعم متواصل.